السلام عليكم أحبائي الكرام. عقار ميديفان هو دواء في مادة فعالة ديوزيمين، عبارة عن أقراص بجرعة مقدار 300 ميلي جرام، يستعمل في حالة ضعف الأوردة وانتفاخ الركبة وعروق بما يسمى بالفاريس أو الدواري في الرجلين، حيث تتشكل عروق كبيرة الحجم في القدمين، خاصة في عضلة السمانة، وتسبب آلام وإزعاج للمرأة. الشخص المريض يعاني من آلام في الأوردة، يحتاج إلى تمدد القدمين للإحساس بالراحة. وهذه الأعراض لها علاقة بقصور الأوردة وثقل القدمين. كما أنه يعالج ضعف وهشاشة الشعيرة الدموية في الجسم، يعمل على تحسين الدورة الدموية وإزالة البواسير. في حالة البواسير المزمنة فإن العلاج الجراحي هو العلاج الفعال الوحيد. تستعمل بجرعة 300 جرام، حبة في الصباح وحبة في المساء. في حالة الأعراض العسيرة تستعمل يمكن استعماله للمرأة الحاملة أو المرضعة أو لمريض سكري أو غير من الأمراض المزمنة دون استشارة طبية. أتمنى أن يكون الموضوع أفادكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.